انا مش عارفة ماما ما جاتش ليه، كل اصحابي مع اهليهم الا انا. انا همشي، مش هعرف احتفل زي اصحابي. ايه ده في حادثة. ايه ده، دي ماما هي اللي عملت حادثة. ارجوك انقذها يا دكتور. أرجوك هركب معاها. خليكي هنا، مامتك لازم تدخل العمليات حالا. أرجوك عايزة أدخل معاها. ما ينفعش، استني هنا. يا رب ما تخف وتكون كويسة. اصحي اصحي. خير يا دكتور؟ ماما عاملة ايه؟ مامتك في العناية المركزة، مش هينفع تشوفيها دلوقتي، انت لازم تروحي. ارجوك خليني معاها هنا، انا ماليش حد غيرها. مش هينفع، لازم تروحي وتعالي بكرة الصبح. حاضر يا دكتور. ايه ده، التلاجة ما فيهاش اكل، انا جعانة قوي. يا حبيبتي يا ماما، عمرها ما كانت بتسيبني جعانة. مفيش حل غير ان انا اكلم بابا، انا مش هعرف اقعد في البيت هنا لوحدي. يا رب مراته توافق ان انا اعيش معاهم يومين لحد ما ماما تخف. ايه ده، مين اللي بيتصل بيك دلوقتي؟ ايه ده، دي بنتي حياة. ما تردش عليها، احنا مش فاضيين، بنتفرج على فيلم. حاضر مش هرد. ايه ده مش بيرد، ممكن يكون نايم، انا هكلمه الصبح. الحمد لله اني صحيت، انا كنت بحلم حلم وحش قوي. ماما 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 ماما، انت فين؟ ده ما طلعش حلم، ده طلع حقيقه. انا لازم اكلم بابا تاني، يا رب يرد. ايه ده، دي بنتي بتتصل تاني. البنت دي مزعجه قوي، رد عليها شوفي ايه. ايوه يا حياة، في ايه؟ ازيك يا بابا؟ انا كويس، عايزة ايه؟ الحقني يا بابا، ماما في المستشفى وانا لوحدي مش عارفة اعمل ايه. بس انا مشغول قوي مش فاضي. ارجوك ما تسيبنيش يا بابا. ماشي ماشي هاجي، ما تعيطيش. في ايه؟ بنتي بتقول ان مامتها في المستشفى وهي لوحدها دلوقتي. يوه، بوظت لنا الاجازة. معلش لازم نرجع حالا، وهعوضك عن الأجازة دي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا دكتور، هي بنتي فين؟ بنتك روحت البيت امبارح وأكيد هتجيلك دلوقتي. يا دكتور أنا ليه مش حاسة برجلي خالص؟ للأسف الحادثة أثرت على ظهرك وعملت مشكلة كبيرة في رجلك، فمش تقدري تمشي إلا لو عملت عملية، ودي غالية جدا ونسبة نجاحها قليلة. ازيك يا بابا، ازيك يا طنط؟ حضرتي يا حبيبتي الشنطة؟ ايوة يا بابا، مجهزاها من بدري. طيب يلا هاتيها يا بنت عشان متأخرين. الله.
الله بيتك جميل قوي يا بابا، انا اول مره اشوفه. كويس انه عجبك. انا هسيبك شويه يا حياه علشان ورايا شغل. ماشي يا بابا، سلام. ممكن اعرف اوضتي فين عشان ارتاح شويه؟ اوضه؟ لا، انت هتنامي على الكنبه اللي في الصاله دي. بس انتوا اكيد عندكم اوض تانية. انت قاعده يومين بس، مش عايزاكي تبوظي الاوض بتاعتي. هتنامي في الصاله يعني هتنامي في الصاله؟ حاضر. طب انا جعانه. انت بتحسبيني هعملك اكل ولا ايه؟ روحي حضري اي اكل لنفسك، انا هرتاح من المشوار اللي كنا فيه. مش كفايه كيتي معانا البيت، عايزه تاكلي كمان؟ بس انا مش بعرف اعمل اكل لنفسي. مش مهم، يبقى تفضلي جعانه، وبعد ما تخلصي عايزاكي تنضفي كل البيت. كمان هنضف البيت؟ مساء الخير. ايه ده يا حياه، انت ليه بتنضفي؟ معلش، انا اللي قلت لها تنضف، كنت عايزاها تساعدني لاني كنت تعبانه. الف سلامه عليكي. ايوه، المفروض تساعدك. بابا ممكن توديني لماما بكره؟ لا يا حبيبتي، مش هينفع، عندي شغل بكره كتير. انا هطلع انام لاني تعبت جدا النهارده. انت يا بنت. خير يا طنط، في ايه تاني؟ انا هطلع انا كمان انام، عايزاك تخلصي تنظيف البيت وتطلعي بره تنظفي الجنينه. حاضر. انا قلقانه على ماما قوي، لازم اشوفها. انا هروح اشوف ماما من غير ما هما يعرفوا. رايحة فين؟ داخلة اشوف ماما، هي تعبانة في المستشفى. لا ما ينفعش، الوقت متأخر، ممكن تيجي تطمني عليها بكرة الصبح. ماشي، انا متشكرة. انا هفضل هنا للصبح لحد ما اشوف ماما. الحمد لله النهار طلع، انا هروح اطمن على ماما. طمني على ماما يا دكتور. الحمد لله مامتك بقت كويسه وتقدر تروح البيت. الحمد لله، اخيرا، احمدك يا رب. بس في مشكله بسيطه، مامتك مش تقدر تمشي غير لما تعمل عمليه تانية، ودي هتبقى غاليه قوي. برضو الحمد لله، حتى لو مش بتمشي الحمد لله انها عايشة وهترجع معايا البيت. عندك حق، الحمد لله على كل شيء. بنت حياة حبيبتي وحشتيني قوي. ماما حبيبتي وحشتيني قوي. الحمد لله على سلامتك، انا هسيبكم مع بعض. انا اسفة يا حبيبتي، ما قدرت شاكي حفلة التخرج بتاعتك. مش مهم اي حاجة يا ماما، المهم انك بخير. يلا يا حبيبتي نرجع البيت، البيت وحشني قوي. اخيرا هنرجع البيت مع بعض. هنعمل ايه يا حبيبتي، انا مبقتش اعرف امشي ومش هعرف اخد بالي منك زي الاول، وكمان محتاجه عمليه ومش معانا فلوس. طيب ما تطلبي فلوس من اي حد من اصحابك يا ماما. كلمتهم يا حبيبتي، كله تهرب مني، محدش عايز يدفع فلوس. مش عايزاكي تزعلي يا حبيبتي، مش لازم اعمل العمليه، مش مهم امشي. لا يا ماما، هتعملي العمليه، انا هشتغل وهجيب فلوس. ربنا معاكي يا حبيبتي. بنتي يا حياه، هدينا الفطار هنا على السرير. في ايه؟ سيبي البنت اكيد نايمه. هي نايمه في الصاله فاكيد هتسمعنا بسرعه. طب ما نامتش في الاوضه ليه؟ احنا عندنا اوض كتير. خلاص بقى مش مهم اللي حصل، روح صحيها يلا. ماشي حاضر. حياة حياة، ايه ده، البنت مش موجودة. ايه ده، دي مش موجودة، شكلها هربت. ياريت تكون نظفت الجنينة قبل ما تمشي.
يا رب تكون بخير. يا رب المشروع ينجح وأقدر أعالج ماما. ايه ده، الدنيا بدأت تمطر والناس كلها ما بقتش موجودة في الشارع، يعني كده مش هعرف أبيع. ايه ده، مش دي بنتك اللي بتبيع خضار في الشارع؟ هي واقفة ليه هنا كده؟ اكيد بتجمع الفلوس علشان عملية مامتها. بقولك ايه، انا عايزة اساعدها بفلوس. انسى، مفيش اي فلوس هتديها للعيلة دي، احنا مالنا بيها، دي كانت مراتك القديمة، تعيش بقى تموت ملناش دعوة. ويلا امشي بالعربية حالا. ازيك يا ماما؟ ازيك يا حبيبتي، عملتي ايه النهاردة؟ ما كسبتش غير 100 جنيه يا ماما، الدنيا مطرت وما بقاش في اي ناس في الشارع. معلش يا حبيبتي، انتي تعبتي جدا علشاني، ارجوكي بطلي الشغل، كده كده مش هنعرف نجمع الفلوس. لا يا ماما، هفضل احاول لحد اخر لحظة. انا مش عارف ازاي سايب بنتي في الشارع كده، انا ما بقاش عندي قلب خالص، كله بسبب مراتي الجديدة. انا لازم بكرة اروح اشوف بنتي. ما كسبتش النهاردة غير 200 جنيه، انا كده عايزة 10 سنين عشان اكمل تمن العملية. ازيك يا حياة؟ ازيك يا بابا؟ انتي ليه واقفة يا حبيبتي بتبيع خضار كده؟ ماما محتاجة عملية وانا بجمع اي فلوس، ماما لو ما عملتش العملية مش هتمشي تاني. طب جمعتي فلوس ولا لا؟ ما جمعتش غير 300 جنيه. والعملية محتاجة كام؟ محتاجة 100,000 جنيه. ما تزعليش يا حبيبتي، كل حاجة هتتحل. انا عايزك ترجعي البيت دلوقتي وانا هعدي عليكي كمان ساعة. يا ترى بابا عايزني في ايه؟ مساء الخير. ايه ده، هو رايح فين ده؟ انا خارج. خارج وواخد الفلوس دي فين؟ امي بنتي محتاجه عمليه وانا لازم اساعدها. لو ساعدتها هترجع مش هتلاقيني في البيت. مش مهم، انا مش عايز اعيش معاكي تاني اصلا، وياريت ارجع الاقيكي مشيتي. حياة، رجعتي بدري ليه كده؟ بابا قال لي ارجع البيت يا ماما، معرفش ليه، هو جاي دلوقتي. شكل بابا جه، انا هروح افتح له. ازيك يا بابا؟ بتعمل ايه هنا يا محمود؟ بنتي مش هتبيع خضار تاني، ما ينفعش تقف في الشارع في السن ده، انا جبت لكم فلوس العملية. الحمد لله، شكرا قوي يا بابا. الحمد لله، بقيت اقدر امشي تاني، انا متشكره ليكم قوي. الحمد لله على السلامه يا ماما. انا عايزه اطلب منك طلب، انا نفسي نرجع عيله تاني. ارجوكي وافقي يا ماما. انا بحب عيلتي قوي.